في أول مناظرة انتخابية تلفزيونية بين المرشحين منذ عام 2002 لانتخابات بلدية اسطنبول التي استغرقت ما يقارب 3 ساعات، تواجه مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم ورئيس الوزراء السابق بن علي يلدرم مع مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو قبل أسبوع من جولة إعادة التصويت والتي ستجري في 23 من الشهر الجاري، في وقت أكد فيه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن الانتخابات ما هي إلا مجرد تغيير في واجهة المتجر، منتقدا الاهتمام الإعلامي الكبير بها. حدث شيء غريب عندما تم احتساب الأصوات الخاصة بك. كانت هناك مخالفات وقام مجلس الانتخابات الأعلى بتقييم الموقف وقرر إعادة إجرائها. كنا نفضل عدم التجديد وبذلنا جهدا كبيرا من أجل ذلك، لكن حزب الشعب لم يساعدنا في هذا الأمر. إمام أوغلو بدوره اعتبر الانتخابات المعادة كفاحا من أجل الديمقراطية وليست مجرد انتخابات محلية، مشيرا إلى عزمه تشكيل طاولة خاصة لشؤون السوريين في بلدية اسطنبول في حال فوزه بالانتخابات المعادة. يأتي هذا بعد تعرض حزب العدالة والتنمية لخسارة مفاجئة في انتخابات البلدية والتي أجريت في 31 من آذار الماضي. لا أحد يصدق هذا. كانت الانتخابات التي جرت في 31 من آذار واضحة تماما ولا توجد شكوك. هم يقولون بأن الأصوات قد سرقت. هذا افتراء واتهام كبير. وفي 6 مايو أيار الماضي قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية إلغاء نتائج انتخابات رئاسة البلدية وإعادة إجرائها في 23 من الشهر الجاري استجابة للطعون المقدمة من حزب العدالة والتنمية.